الحمد لله الذي ما طابت الدنيا الا بذكره، وما دامت الاخره الا بعفوه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، لا راد لفضله، ولا معقب لقضائه ولامره، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى اله واصحابه واتباعه. وعلى كل من إهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين حياكم الله أيها الأحبة الكرام وأولا أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام ما أجمل أن يتدبر الإنسان منا كلام ربنا جل في علاه ولم لا فإن ربنا هو القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فتعالوا لنتدبر آية قال عنها سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أجمع آية في القرآن قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انظر ماذا قال الله؟ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى فهذه ثلاثه امور وهناك ثلاث نواهي وقال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لذلك لما سمع اكثم بن صيفي هذه الايه حينما جاء اليه الرسول الذي جاء من عند نبينا صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الدين يامرنا بامور وينهانا عن نواه فكونوا رؤوسا في هذه الايه ولا تكونوا اذنابا فتعالوا لناخذ هذا الامر الاول وهو قول الله ان الله يامر بالعدل والعدل هو ان ياخذ كل واحد حقه لا يزيد ولا ينقص فأمرنا ربنا جل وعلا بالعدل حتى في الأقوال فقال وإذا قلتم فعدلوا وكذلك في الأحكام إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وكذلك أيضا حتى مع الأعداء قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فامرنا ربنا بالعدل اولا لانه كما قال الحكماء لا ملك الا بالرجال ولا رجال الا بالتعمير ولا تعمير الا بالعدل فالعدل اساس الملك فهذا هو اول امر اما الامر الثاني وهو الاحسان واذا اردت ان تصف ما معنى كلمه الاحسان يكفي ان رسول الله قال ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانه يراك، ثم بعد ذلك بين لنا ايتاء ذي القربى كما قال الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وايتاء ذي القربى يدخل تحت العدل ويدخل تحت الاحسان، ولكن ربنا جل وعلا بين لنا هذا الامر لكي نهتم به، لان الله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ثم يأتي بالنواهي فقال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وكل هذه الأمور لا بد للإنسان أن يتذكرها لذلك قال ربنا جل وعلا يعظكم لعلكم تذكرون فهذا وعظ من الله عز وجل لنا ان نتمسك بهذه الامور وهو ان يتمسك الانسان بالاوامر وان يتمسك ايضا وان يتمسك بالبعد عن النواهي فربنا حينما قال ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان يقولها الخطباء على منابرهم في أواخر الخطب وما زالوا يقولونها، لماذا؟ ليذكروا الناس بدين الله عز وجل، أن دين الله هو عبارة عن أوامر ونواهي، فلا بد للإنسان أن يحفظ عليه دينه. فنسال الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وفرج كربنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، ووحد على الحق كلمتنا، وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واهد شبابنا، واستر نساءنا، واحقن دماءنا، واجبر خواطرنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أولادنا وأزواجنا، واشفِ مرضانا وارحم موتانا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.